السلام عليكم، والله يسعدك، لوقاتكم بكل خير. اليوم ان شاء الله بنشوف مع بعض طريقتي المعتمده لعمل صلصه البيتزا. الطريقه جدا سهله وبسيطه وطعمها بيطلع كتير طيب. بس وقتي حلوه سهله، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وفرجة ممتعه. وصفتي لليوم عندي هنا 3 حبات من الطماطم، بشرتهم زي كذا. انا استخدمت هذه المبشره، اوكي. بصلة صغيرة قطعتها كتير صغير، فص واحد من الثوم اللي فرمته ناعم، ملعقتين من زيت الزيتون، ملعقتين من معجون الطماطم، شوي من الفلفل الأبيض والملح. بالنسبة للأعشاب المنكهة نستخدم شوي من البقدونس الناشف، الريحان الناشف، وأيضا الزعتر اللي هو الأوريغانو، وشوي من الحر المجروش، أوكي. طبعا بالنسبة للطماطم والبصل والثوم إذا حبيتوا زي كده تبشروهم ناعم أو تطحنوهم بالخلاط زي ما تحبوا، بس أنا أحب أعملهم زي كده. حطيت هنا طنجرة على النار حتى سخنت، ثم راح احط فيها زيت الزيتون وهذا البصل اللي مقطع صغير. احب احط الملح الان لحتى نساعد البصل يطلع الماء اللي فيه. هذا نحركه على النار دقائق لحتى يدبل معنا ويصبح لونه شفاف. يهز معي البصل مثل ما انتم شايفين. انا راح اضيف عليه فص الثوم اللي بشرته ناعم مع معجون الطماطم. نحركهم شوي على النار لانه نبغى نطبخ معجون الطماطم حتى تزول النكهه المعدنيه اللي تكون فيه. هذه بعد ما حركتها تقريبا لدقيقتين، انا احط عليها الطماطم اللي سبق ذكرتها. لازم احط عليها الان الحر المجروش، اوكي. فجلسة اسكب كده على الملعقة حتى ما ينزل لي كتير زي كده، شايفين. كم ده حبيتوا تستخدموا هذا او استخدموا البودرة اللي متوفر عندكم. الطماطم بتكون كتير حامضة، بنحط عليها ملعقة صغيرة واحدة من السكر، ما كتير، ما تكون مليانة كتير، بس لحتى نكسر الحموضة اللي بالطماطم وايضا بمعجون الطماطم. خلص هذا رح نخليها زي كده على النار تقريبا 10 دقائق، وبين فترة ثانية بنحركها. هذه الصلصة بعد ما انطبخت معي وتكثفت ووصلت للقوام اللي انا ابغاه، الان راح اضيف عليها عندي هنا شوي من الزعتر اللي هو الاوريجانو، شوي من البقدونس الناشف، شوي من الريحان، شوي من الفلفل الابيض. راح اخليها بس دقيقة على النار ثم نطفن عليها وتكون صارت عندنا جاهزة. طبعا انا احبها زي كده ثقيله، في حال اذا كنتوا تحبوها اخف، يعني ما تعروها لحتى تنشف، وانما تطبخوها طول الوقت وهي مغطايه. خلاص يا حلوين، هذه الصلصه بعد ما جهزت معي مثل ما انتم شايفين طعمها بيطلع كتير طيب. انا كتير احبها سميكة، لهذا ابشر الطماطم والبصل اقطعها صغير. في حال اذا حبيتوا الصوص يطلع معاكم ناعم وخفيف، ممكن تاخذون الطماطم والبصل والثوم وتخلطوهم بخلاط العصير. بعد ما تسخنوا الثوم تسكبوا المزيج وتكملون باقي المراحل. انا احب اعملها سميكة لانه لما احطها بالبيتزا واحطها بالفرن، لما تكون عندنا الصوص كتير سائلة البيتزا من الداخل العجينة تجي كأنها مبللة ومعجنة، ولكن لما اعملها زي كده سميكة وماسكة بتطلع معايا كتير حلوة. خلص هذه وصفتي مثل ما شفتوا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب، واشوفكم على الف خير بالفيديو الجاي. مع السلامة.